العلماء بيقولوا في أكتر من 10 مليون نوع، مش 10 مليون كائن، 10 مليون نوع من المخلوقات. في 1.5 مليون نوع معروفين عند العلماء ولهم اسم، زي ما تقول دي ضفادع كذا، أو إن دي تعابين كذا، أو إن ده بقر كذا. هم مصنفين علميا 1.5 مليون نوع من المخلوقات، من بين أكتر من 10 مليون نوع ما نعرفش عليهم حاجة. العلماء بيقولوا إن كل سنة دلوقتي بيموت 50,000 نوع من المخلوقات، مش 50,000 كائن، 50,000 نوع بينتهي تماما. لو الحياة استمرت كده، وده كلام العلماء الكبار في العالم الآن، الحياة ممكن تنقرض تماما بعد 100 سنة. يعني لما يطلع بمنتهى البجاحة أحمد عز ويقول لك أنا هترشح، أنا في رأيي ولا هيترشح ولا حاجة، وإن دي مجرد بالونة اختبار، من ناحية بيختبروا يا ترى في قبول شعبي للفكرة ولا لا، 2 بيختبر هل بتوع الحزب الوطني المنحل شكلا وموضوعا وقانونا يا ترى هيتلفوا حواليه تاني ولا لا، بيختبروا اذا كانت الفلوس اللي بيصرفوها على نوابهم القدام ناويين ينزلوا بيها الانتخابات وبالتالي هتأتي هذه الثمار اكلها ولا لا، وبيختبروا حضرتك بالمناسبة. وخليني يعني استخدم تعبير اقوى حبتين، وارجو ان حضرتك يبقى صدرك واسع ليه. من الاخر كده هم مش بيختبروا حضرتك بس، هم بيتحدوك وبيقولوا لك احنا هو ورينا بقى هتعمل ايه. الحقيقه زي ما بقول احنا محتاجين الكثير منكم، عمرنا ما نبعد عنكم، عمرنا ما نبعد عنكم، لان البعد النهارده اكبر خطا. حسن الشافعي ما وقفش ورقص على أغنية بشرة خير، فالناس اختصرت مصر العظيمة دي، التاريخ ده كله والشعب المصري ده كله في الأغنية. اللي ما سقفش مع الأغنية يبقى مش وطني، يبقى خاين، ارموه في البحر. ايه يا جدعان في ايه، مالكو في ايه؟ يعني افرض ان انا مش عاجبني أغنية بشرة خير دي ابقى خاين، ما بحبش الوطن. يعني لو انا دلوقتي جات أغنية بشرة خير في الراديو وانا في العربية او انا في البيت وحولتها اتعدم. تعالوا نشوف مع بعض ماراثون غريب من نوعه، ربما بيقام لأول مرة وأقيم في محافظة أسيوط. تعالوا نشوف هذا الماراثون.